عمره، بس انا لازم اسوي تغطية يا جماعة، لازم اسوي. بس بتعرفوا شو، انا وسيدة قررنا هلا نبدل ثيابنا ونروح نجيب كم غرض. جاهزة سيسي؟ والله سيسي حاسة نص جاهزة ونص مو جاهزة. فتنا تحمسنا على اساس نسوي التخت، قالت لي شو رايك نروح نجيب الكم غرض مخلص منهم، مشان انه الساعة بعدين الساعة 12 بالليل، مشان اذا قعدنا شوي تانية ممكن نهبط ونبطل. قلت لها يلا معناتها خليني انا اغير على السريع على السريع ونروح انا وياكي. يلا سيدرا بدلي لازم هلا كان بدي، عندي بس بيجامه بصراحة، بس بيجامه اطلع فيها نجيب كم غرض انا وسيسي نرجع. سيدرا شوفي ورانا، ورانا شو؟ حفلة، حفلة للتخت. قلت انا من الصبح بدي اسويه لهلا ما سويته. لا بس بيجي على سيدرا، بيجي على سيدرا كتير حلو. جهزنا حالنا وطلعنا، وانا جبت معي الدرينك تبعي مشروب الطاقة، كبيت على حالي شوي وانا عم بفتحه مو مشكلة. المهم اشرب مشروب الطاقة الساعة 12:10، ممكن ما نرجع الوحدة ونص تنتين انا وسيدرا. ما بنرجع للصبح اليوم. سيدرا كثير معصبة، اليوم انا مو راجعة للصبح، للصبح مو راجعة. سيدرا اليوم هرموناتها مو يعني هيك شوي مخلوطة بقلب بعض، شوي بتضحك، شوي بتكتئب، شوي بتبكي، شوي بتفرح، يعني ما بعرف. هي هرمونات كثير قوية جاية اليوم يا جماعة. شو اعمل؟ قولوا لي شو سوي؟ شو سوي لك؟ سيدرا حتى وهي معصبة بتضحكني. استني شوي، شوك تجي مسكيها شوي، حطها على الطبون شوي بس ان شاء الله ما توقع. هلا انا يا ترى جاي مفتاح السيارة؟ يا تخيلوا جاي مفتاح السيارة. لا بس مبلا ما طلع فيني هيك، متأكدة اني جايبته. ليكو ليكو مبلا 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 ما تعصبي عليه. على فكرة كتير بتسألوني انه مين اكبر، انا ولا سيدرا؟ انا اكبر من سيدرا، سيدرا اصغر مني، سيدرا اصغر مني بست سنين. رجعني الكرسي سيسي. ايوه هيك. الله هلا عم يبلش الجو يصير شو شوب. يلا كثير بعمل يعمل شيء شوف شو. يلا قولي لي ما بعرف يعني ما بفهم، جعبالي اعمل شيء وما بعرف يعني انه كيف زبطت، انه كيف زبطت جعبالي اعمل شيء بس ما بعرف شو. ترتفع حرارتي لك. استني شوي، عندك حراره؟ هي سيدرا شكلها يا جماعه حتى عم برق جسمي كله نار، انه عم ترق. فان شاء الله لا، لانه متى ما يمرض شخص بالبيت فبينقل العدوى للكل، والله يستر. هي من امبارح عم تقول انه حلقها عم يوجعها، بس مو صار احسن اليوم حلقك من امبارح؟ امبارح بس جسمي كله عرقان. هي من الدواء اللي اعطيتك اياه بس لا ان شاء الله لا. لا عادي، هي من الهرمونات. نرجع لموضوع الهرمونات، هي من الهرمونات. هلا طالعين طلع هيك انا وسيسي بنات اخوات مع بعض، طالعين نشتري على بعض، مو على بعض نشتري يعني ندردش مع بعض حركات. اطلع من الكراج لانه انا عندي لفه الكراج بتوترني كالعاده. اسراء مفتاح السياره ما عم تلاقيه؟ لقيته لقيته لقيته. طلع كيوت اختي، انت على طول كيوت، بس انا واقفه بنص الشارع اختي، يعني عم تتهوري فيني ليه؟ لك حبي تاي هون انت هلا، انت امشي معي ولا تخافي، انا ما بدي اياك. لا ثانك يو. ايه هلا شوف اهم شيء، اهم شيء حضري شو بدي. شو بدي؟ شوف من الماكينه تبع الاسنان، وكمان بدي شوف شو ناقصني، شو ناقصني. انا ناقصني بس مو من هون، انا ناقصني كثير. حضري شو بس من صيدليه. ايه في صيدليه قدام. كمان بدي اجيب قطن. ايه مزيل المكياج. هلا هلا جوا بيطلع معي اشياء، اشياء كثير بدي اجيبها. فتت انا وسيدرا بس نسينا نجيب عرباي
يعني ماشي. يا الله هاي مو وسط ولا صغيرة، يعني مو كبيرة ولا صغيرة، وسط. ولا سلسلة. هلا أول شيء خلينا نروح على قسم النسائي، يعني الديودوران وال يعني هاي الأشياء، هاي الحبستكلات، لأنه هاي أهم شيء هلا حالياً. سنة بالبيت اللي بيجيبه. سيدة راحت قبلي، هي عم تشوف شو بدها وأنا عم شوف شو بدي. شايفين؟ هذا القسم. هلا شو كان بدي أول شيء؟ إيه بدي ديودوران، وكمان بدي شو بدي؟ بدي قطن. اوكي ديودوران وقطن. هون ما في ديودوران ولا قطن. نرجع نمشي لقدام. انا ماشي بضلني عم طلع بشوف ممكن يعني اشوف اشياء بوشي تفرق في هيك بكون نسيانة قبل. بجيبها معجون السنة عندنا صح سيدرا؟ ايه اوكي هذا غسول البشرة تبع سيدرا جابته. سيدرا سيدرا شو بدي؟ وين اماكن القطن ولا ديودوران؟ لقدام صح؟ استني شوي. وين سيسي؟ وين؟ شفت كل شيء القطن ولا؟ بس المفروض أن يكونوا. عم بلا بلا ليكن ليكن ليكن. هذول هني. شايفين؟ هاي ثلاثة مع بعض بيجوا. هاي القطن. وكمان شو بدي غير القطن؟ إيه وحجيب كمان. عندنا كاسات أدانسي ده ولا لا؟ عنا ما بس حجيب عادي، يعني حتى لو عنا هاي الأشياء ما بتنكب بتستخدم كلها يعني. مشي كمان بدي أخذ من هدول. هدول لازم ما ينقطعوا من عندي من البيت. كيوت عاملين بشكل بشكل قلب الحب. أخذ ثلاثة. سيدرا شو عم تدور؟ عم تدور على الفازلين على قولة ماما بتسميه البوزلين، بس انا شفته والله مش شفته، هيك بتذكر اني شفته. وينه؟ عليك. شايفين هذا هو الفازلين، هذا البوزلين. ايه هذا هو. شايفين في منه هذا الحجم والحجم الكبير والاكبر. شو لقيت هون؟ يا الله هاي كنت اكل منها كتير قبل، بس ما عاد اشتهيت هاي الاشياء هلا بورا ليه. كمان حجيب لماما وسيدرا وعمار وحده من هاي لان كتير حبوها. ضيع سيدرا شوفوا شو بلاقي عم تجيب. شوفوا انا ايام بحس منزله معي مريتا مو سيدرا. سيدرا ما مشتهي اطلع على القسم فوقاني. لا اشتهي ليه؟ اكيد بس شوي بس شوي اطلعي والله بس شوي نشوف. بما انه ذيك المره ما طلعنا على قسم الفقاني نطلع هالمره على قسم الفقاني. اشياء تشكيله حركات. ايه خلينا ندور حزريعه شو. ممكن هون نلاقي منا عشيش لودو، بس بدي اروح على قسم الالعاب. رايح على قسم الالعاب ودور على اللعبه اللي قلت لكم عنها، لانه قلتوا لي يعني مستحيل ما الاقي منا هون بالامارات، لانه معروفه كمان هي بالامارات. طالع لفوق وعم شوف عم استكشف من تحت، وانا مشان لما انا بدي انزل شوف شو بدي. شوف احلى هالعباية. شوف شو كيوت. يي يي شو كيوت. حبيت سيدرا. سيدرا عم تركض عم تركض قدامي. لك استنيني وانا شوف شو بفتح حدا قدامي. راحت شارك بالحياه. انك راحت قلت لها انا بدي اروح على قسم الالعاب كرمال دور على اللعبه. انا اختفت ركضت لقدامي، يعني حسيت حالي عم نتسابق مين بلاقي اللعبه اول. اللي بلاقي اللعبه اول له جائزه مثلا. بس سيدرا وينك؟ لقيتيها؟ دغري ما شاء الله عليها سالتها وعرفت وين وقايل لها قال هون بتلاقي. شوفوا لانه في ايوه هي الالعاب اللي بنلعبها بالبيت موجوده منها هون، فمشان هيك ممكن موجوده بهذا القصب. هو قال لك هون؟ ايه بس انا بيبقى عم دور على القماش. فكرة بتتذكري هي اللعبه؟ مين بتتذكر هي اللعبه؟ يا الله كنا كمان كثير كثير بنلعبها. ايه بس القماش ما بدنا نجيب الكرتون، في منه كرتون في منه قماش. بعرف عرفتي الكبيره اللي كنا نلعبها بالسعوديه. ندور عليها. وين يا ترى وين وين وين؟ هلا انا لحد الان ما شايفه لودو. والله انا شايفه العاب اولاد.
شايفه العب ولا لا؟ ليه شوي يعني هي بتيجي مثل هاي بس ماشي بلا ليكا لا كأنه يس نو لا بس هاي مربعات لعبة ليكا حزيني شو استني اوه بس لا هاي مو قماش لا لعبة شيش هاي مو قماش استني في منها كذا كذا ليكو شايفينها هي ليكا هي لعبة الشيش بس ما بيجوا هيك بيجوا دبابيس ايوه بيجوا دبابيس انه وريني تيجي هيك بس بدبابيس يعني ما في غير هلا بدي اوصل من السعوديه او محل انا بعرف لا ما في غير هاي بسعودية يلي هي بلاستيك دبابيس وبتيجي قماش مو بلاستيك هاي كرتون هاي مو شو اسمه هاي مو قماش نحنا بدنا اياها قماش وهي اكثر للاطفال بيلعبوا فيها فهمتوا علي بس كثير تضايقت كثير انه انبسطت نفس الوقت وتضايقت انبسطت انه موجوده هنا بس مو مثل ما انا بدي للاسف ما لقيت يلي انا بدي اياها يلي عنده لعبه اللودو يلي هي الشيش حيفهم علي انا شو بدي بالضبط القماشه بيجي تيجي بطريقة الدبابيس حتى هي شوفوها شلون حاطينها هون مثل يعني هيك شايفينهم للأطفال بس نحنا تبعتنا أيوة مدة عادية مدة ويكون عليها نفس الرسمة إنه السجن لأربع أشخاص بس بيجي تبعها دبوس ما لقينا خلينا نشوف الخطوة يلي بعدها لفي على اليمين ايوه اطلع ثانك يو شبهها شوي ايه بدي انزل وراها عادي انزلي وراها كيري ايه شو بدنا هلا؟ عن جد حلوين ايه حلوين حتى يعني الفاري اللون دقيقة عن جد حلوين ايه حلوين حتى يعني الفاري اللون دقيقة ياه الله لك رس عندي منهم حاطه فيهم حاطه فيهم تبعات المتة عم بقول وين شايفتهم بس استني شوي سيده شو كان بدي؟ المشكلة بدي الورق ما في ورق شو بدك فيهم هدول؟ تحطهم لا بس مو كتير قليل هدول البهارات لا كتير قليل شفت هدلون شايفة؟ هدول بتحطي فيهم عصير قديش تخانقنا؟ هاد مر العصير بلا والله بيصير للعصير هاش تعرفي بالله مر العصير حبيبتي هدول للمعكرونة للشبس والله بيصير بتصدقيني؟ لك حاج تقولي والله الله ياخذ عدوينك حتى هاد شوفي هلا انا اختي هلا هذا ما فيك تساوي فيهم طب اسمعي هلا هذا مو للعصير تمام قليله حبيبتي هاد المعكرونه سباجيتي شي انا معك فهميني اصلا نكسب راسك هلا نحن هذا اوكي هذا مو للعصير بس هذا ليش بيصير للعصير يلا لما بيجي معك طعمه لانه تمه اصغر من هذا يعني هذا تمه رايح هيك نقري بس هذا لا تمه جاي يعني هو هيك بس تمه من ورا من فوق اصغر يعني هلا هو بالنهايه انت بتسويه كيف ما بدك طب تعي نروح نشوف بركي حطوا بري انا لو شايفته كنت جبته بصراحه العصير طب تعالي نشوف بركي حاطين لك انا بحب هي الاشياء بحبها لك هدول يعني مثلا اوكي للبهارات ايه بس ازاز ما بدي البهارات ازاز انا شوف هاي للفستق لهي يعني
ايه هلا ليكي هن بالنهايه بيحطوا لك صور بيخترعوا لك، بس انت بترتبي بتشوفي شو حابه انت. انا برايي بدي بحضر البهارات. لا موصيه وصيت موصيه بس لسه ما وصلت. احلى من هدول على فكره. تمام تمام تمام. هدول كلها نفس اللي عندك بس بيجي. ايه عن جد ليك أحجام.